Hey, hey, young. Kill this shit out. اللي شافكم في الخسران ما لازم شايسك تحمد قاعدي في الخسران احمدي. حلقة جديدة من حلقات كرة المافيا. إذا ما شفتش الحلقة الأولى نزل شوف الحلقة الأولى باش تفهم أمر عصابة كرة المافيا. إذا ما مشتركش دير اشتراك درك على البوطونة الحمراء، خلي لايك خلي تعليق، تعليقكم تحفزونا دائما. شكرا جزيلا دائما للناس اللي التحقوا قناة بخويا والناس اللي دائما أوفياء على مشاهدة القناة، شكرا جزيلا. كيف قلنا في الحلقة الأولى وهو في 2017 تغير حياة نادير مع موكرو مافيا، وهو بعد ما قتل الشخص اللي كان يعرفه نادير واللي مات عبر الغلط، حتى السيارة اللي تمت بها الجريمة كانت بسمية نادير، وهذا الشيء اللي خلى نادير يعني حاول باش يسلم نفسه ويتعاون مع الشرطة، لأن يعني ماشي غير كيعرف الجاني ولكن بغى يخلي مسؤوليته من هذه الجريمة ويعني من جميع الجرائم اللي يعني كانت كلها من أمر عند مروان الساقي. وفي واحد النهار اتصل نادير سمير الباكوري قال لي بأن الساقي بغي يتخلص حتى مني أنا، وقال لي لك النادير صدع الراس لنا فغنتخلصه منه حتى هو. وهنا بقى نادير يعني حير ما بين امرين، لانه لا بقى مع موكرو مافيا راه الساقي غادي يصفيها له في يوم من الايام، خاصني نشوف حل لان التهديد كان صارم. انا عارف خطوره هذا الشيء، يمكن لهم يتخلصوا مني في اسرع وقت، في ساعات يمكن تكون نهايتي. وهنا كتجي فكره النادير بانه يحمل سلاح، يعني دار فردي تحته ومشى لعند الشرطه سلم نفسه ها انا، يعني باش يلقيو تعليه تلقب لانه حملوا السلاح غادي تلقى عليه القبض يعني كانت عنده فكره هذه اللي غادي تخليه بين ايدين الشرطه. وهنا قام باش ينتقم من مروان الساقي وسمير الباكوري اللي حاولوا القتل ديالو. ومن تما بدا نادير كيدلي باعترافاته، اعتراف تلو الاعتراف، ولكن هاد الاعترافات بدات تتشكل خطر حتى على عائلة نادير. وهنا قرر يعني يتعاون حتى مع النيابة، ولكن مشرب هو حماية عائلته يحميو العائلة ديالو. منها تقدم يعني تقدم للمحكمة كشاهد رئيسي ضد موكرو مافيا. من بعدها يعني تمت متابعة مروان الساقي وسمير الباكوري، يعني متابعة دولية. تمت مسألة نادير يعني فين يقدر يكون الساقي كيكون في سورينام، دبي، ريبوبليك دومينيكان، مرات كيمشي للمغرب وفرنسا واسبانيا. ويعني ستة ايام من بعد اعترافة نادير امام يعني الضابطة القضائية والنيابة العامة تتم تصفية الاخ ديال نادير مقر العمل ديالو. ذاك اليوم يعني جا القاتل على اساس بانه كيطلب خدمه، يعني دخل يتسنى، لان على ما كنظن هذيك الشركه كانت تابعه للاخ ديال نادير. تسنى تما كاين الداخل، يعني بقى تيتسنى حتى جا الاخ ديال نادير. كان طالع يعني للمكتب في الدروج تما التصفيه ديالو، وخرج القاتل هانتوما كنشوفو هربان عند طارق بالسيارة ديالو بسرعة. من الحب هو المكان، يعني كان كله كاميرات مراقبة، حيث الجاني ما الله ما شاف لا كاميرا لا والو، انت ما كتشوفو داخل بوجهه مفضوح. وهذا هو الامر اللي يعني سهل على الشرطة باش تلقى عليه القبض في اليوم الثاني. ولما تكتشفت يعني اكتشفوا هويته كيلقاوه الاخ
يعني ديال واحد العضو سابق من عصابه باد بويز، يعني معرفه قديمه ديال مروان الساقي، وخدا حكم ديال 28 سنه سجن وما اعترف، يعني لم يدلي باي اعتراف، يعني سبها لنفسه ومن نفسه. يعني هذا الاخ ديالنا دير خلى طفلتين الله يرحمه، وما كانت عنده حتى علاقه يعني بالبوكر مافيا ولا يعني علاقه تجاره ولا شي حاجه، ما كان عنده حتى علاقه، كان مشغول يعني ما عنده علاقه بهذا. وفي 26/7 من سنة 2018 كتعلن الحرب مكر مافيا ضد واحد الجريدة اللي هي التليغراف، اللي حتى هي كانت يعني كتكتب على مروان الساقي وعلى مكر مافيا، فلهذا قرروا التخلص منها حتى هي، يعني وتفجير مقر الجريدة، حيث ان جاني جاب يعني بسيارة كلها مملوءة بالبنزين من الداخل، عامرة إيسانس من الداخل، وانتم كي كتشوفوا يعني لولا هذاك الحاجز اللي منعونا كان غادي يكون الداخل، يعني التخطيط كان بأن السيارة خصها تكون الداخل، ساعة من حصول الحظ كان هذاك الحاجز هو اللي حجز السيارة ما تدخلش الداخل، اللي كانت يعني مملوءة يعني عن اخرها من البنزين، وانتم كتشوفوا يعني حتى الجاني كان غادي تشد فيه النار. ولكن بعد هادشي كامل الجريدة لم تستسلم وبقات مستمرة في الكتابة ديالها، ولكن خمسة أيام قبل من هاد الحادثة كان طرا حادث آخر، وهو على واحد الجريدة أخرى اللي الاسم ديالها بانوراما، اللي تقصفات يعني براكيت من بعيد، هانتوما كتشوفوا. لكن ما كانش خسائر كثيرة اخوتي، حلقتنا اليوم كانت تال هنا، نتمنى من الله تكون لابسكم وتكون استفادة لهذه الأجيال الصاعدة، وحتى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.